كراسة الخط العربي على الآيباد هل فعلا هي مفيدة؟ أول شيء الكراسة بتوصلك بصيغة PDF، يعني أنت تقدر تطبعها وتقدر تستخدمها على الآيباد. إذا فتحتها على الآيباد بتحصل الكراسة بهالطريقة، أول شيء تعطيك نبذة عن الخط الديواني مثلا، بعدين تعطيك بعض القواعد الأساسية اللي ما يستوي يعني تتجاهلها لأنها راح تشوه الخط. نفس الشيء نكمل القواعد، بعدين راح يعطيك كل حرف أنت كيف حركة القلم تكون مع الحرف بحيث أنك تقدر تعرف تكتبه بالطريقة الصحيحة. هالطريقة نفس الشيء اللي هو كم المسافة اللي لازم تتركها. هني تبدأ في التمارين، تبدأ تكتب الحروف منفصلة وبعدين تكتب الحروف متصلة، مثلا الباء مع الألف، الجيم مع الألف، العين مع الألف، يعني كل حرف مع حرف ثاني كيف تدمجهم مع بعض بحيث أنك تمر على كل الاحتمالات اللي ممكن تواجهها في الكتابة. آخر شيء تبدأ تكتب جمل كاملة بالخط الديواني. طبعا إذا استخدمت الكراسة مرة يمكن ما تكفي، فأنت اللي تسويه تشتري الكراسة وتطبعها أكثر من مرة أو تتدرب عليها بشكل متكرر.